أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين.